دي مش كونترا انديكيشن. دي كونترا انديكيشن. ما احنا بنقول ايه من دول كلهم كونترا انديكيتد اكسبت. طبعا دي طريقه مش حلوه خالص لحط الام سي كيو. يعني بدل الام سي كيو ما ينفعش احط لك نيجاتيف نيجاتيف. دي مش حلوه بس ستيل ساعات بتتحط. فعشان كده انا بجيب لكم اكزامبلز لكده. نيجاتيف نيجاتيف مش حلو. يعني هو قصدهم ايه من دول ابسولوت كونترا انديكيشن؟ لان نيجاتيف نيجاتيف ايكوال بوزيتيف. فانت مين من دول ابسولوت كونترا انديكيشن؟ يبقى بس انت في ده ابسولوت كونترا انديكيشن. مالتي فيتر جي سي ده ابسولوت. ناريا شولين ده ابسولوت. لكن البراير مايوميكتومي دي ريليتيف كونترا انديكيشن مش ابسولوت كونترا انديكيشن. ما هي كونترا انديكيشن احنا ما قلناش حاجه. والله العظيم كونترا انديكيشن بس في حاجه اسمها ريليتيف كونترا انديكيشن وابسولوت كونترا انديكيشن. ريليتيف كونترا دي ريليتيف كونترا انديكيشن. ممكن اجربها وواحد عنده ممكن تجربيها بس عايزه تاخدي هذا الريسك. فاهمه قصدي؟ يعني في حاجات يا جماعه انا بختار من دول لازم اختار اجابه. انا عن نفسي مش عايزه اختار من دول بس ايه اقلهم وحشه. فاهمين قصدي؟ ايه اقلهم وحشه؟ فيهم منهم العيل منيل قبل ما اعمل له حاجه هقرب منه ده مش هقرب. مالتيبل فيتال جيستيشن. طب انا لو عدلت ده الثاني هيتقلب يبقى انا ما بعملش حاجه. طيب واحده منهم بلاسينتا بريفيا دي كده كده انديكيشن فور سيزارين يبقى انا اقلبه ليه؟ يعني كلهم ما ينفعوش. واحده منهم مايوميكتومي. طبعا انا ما احبش ان انا اعمل لمايوميكتومي انا كده كده عايزه اعمل لها سيزارين مش عايزه اقلدها بس خلاص انا مضطره اختار واحده. هختار اقل واحده وحاشه من كل الوحشين. هم كلهم وحشين بس هتختاري اقل واحده وحشه. ماشي؟ طيب 11 سي 12 دي انا هقول 12. انا الوقت الوحيد فعلا اللي بحس ان انا على طبيعتي زي الاول هو وانا معاك. يعني انا مستغربه. يعني انا حتى كنت نازله يوم الاحد كنت مش عارفه هعرف اديكوا ولا لا بس انا فوجئت ان انا لا يعني عارفه اديكوا. فده انديكيشن ان انا يعني فعلا انتوا عندكم مكانه كبيره جدا. طيب 11 سي انترنال كودالك فيرجن از يوجوالي reserved for the following. لا 11 ولا 12؟ 11 خلاص. 12 دي compared to singleton pregnancies multiple gestation have higher risk of all the following complications except هو ده بوستيرم ملح. ما هي بوستيرم زي دكاتره الاثنين واحد. بوست ديرم يعني بعد الترم بعد الجستيشنال ايج او باست دي خلاص. لان صعب قوي ان مالتيبل فيتال جستيشن يبقى عندهم بوست ديرم. ده بالعكس ده الترانت ستيشن بيحصل بدري فبيجي لها بري ترم ليبر اكتر ما يجي لها باست دي خلاص. فهو عشان كده اكسبت باست دي. طبعا ممكن يجي لهم بري كلامسيا اكتر طبعا لان من ضمن الثيورز بتاعت البري كلامسيا الاتش سي جي. فطبعا هيبقى عارف المالتيبل فيتال جستيشن هيستراكتومي عشان الكومبليكيشن بتاعت اتاني بوست بارتم هيمرج وبلاسنتا بريفيا ماتيرنال ديث ماشي. بس عمره ما هيجي لها باست ديت او بوست ترم لان هو ده بالعكس ده ممكن يجي لها بري ترم ما يجيلهاش بوست ترم. 13 دي 13 حد عايز 13 يرفع ايده. حد عايز 13؟ 14 دي 15 ايه 16 بي 16 the strongest risk factor for multifetal pregnancy include advanced maternal age or طبعا cramifensin fetal induction. هو ده اكتر حاجه بتخلي انه في multiple twins دلوقتي African American maternal history of twins. يعني كل دول ماشي بس اقوى واحد دلوقتي حتى بنشوفه مع الاندكشن. يعني الاندكشن بتريليس كذا اوفا في نفس الوقت فبيحصل عنهم اللي هو ال dizygotic twins. طيب 17 دي 17 the differential diagnosis of suspected twins include all the following except differential diagnosis of suspected twins يعني دلوقتي او actually قصده oversized abdomen suspected twins. يعني هنا قصده oversized abdomen البطنة كبيرة. هل differential diagnosis هينكلود obesity hydramnios طب لايوميوما بلايتد اوفم لا اساسا بلايتد اوفم ما يستقبلوش لما تبقى فاضيه ان امبريونيك ساك. البلايتد اوفم اللي هي الان امبريونيك ساك ده بيبقى ان امبريونيك ساك ده بيبقى في الاول خالص اللي هو من اول يعني في الفيرست ترايمستر اللي هو كده اليوترس كله على بعضه لسه صغير اصلا. فبلايتد اوفم اللي هي الان امبريونيك ساك اللي هو الميست ابورشن ان الكيس بيبقى فاضي الان امبريونيك ساك بيبقى اسمه بلايتد اوفم. على فكره كان في سؤال من دول في الابورشن بينج ان اورلي بريجننسي كان اتكلمنا فيه على البلايتد اوفم. كان فيها سؤال على بلايتد اوفم في اول صفحه في الاسئله بتاعه البينج ان اورلي بريجننسي كان فيها بلايتد. دكتور حضرتك بتقولي عليه ميست ابورشن ده يعتبر ميست ابورشن بلايتد اوفم. ايوه بلايتد اوفم ده ان امبريونيك ساك يعني ما فيهوش بيبي كيس فاضي فده ميست ابورشن. فده ميست ابورشن. 18 ايه 19 اوكي 19 سي 19
25 years old, gravid at 2-4-1 at 27 years weeks gestation, had undergone ultrasound showing twin pregnancy. اسميت في الترويت الاولاني كذا والتاني كذا. ده في فرق كبير بين وزن الاولاني ووزن التاني، اكثر من ربع كيلو اهو. انا افرض الانس في الاولاني 2 سم والتاني 2، يبقى اكيد دي عندها توين تو توين ترانسفيوجن، يعني دي عندها توين تو توين ترانسفيوجن نتج عنده ديسكوردنت توينز، واحد منهم هايبوفوليميك وانيميك ومش عارفه اوليو هايدرانيس كده، والتاني بولي هايدرانيس وميكروسامك وكده. طيب هيبقى ايه بقى ذا بيست نكست ستيب فور ذيس بيشنت؟ تعملي كوريانيك فيلا سامبلينج، دي عندها 27 اسبوع نويدا، بتتعمل في الفيرست تايمستر في بدري قوي، ريبيت الترا ساوند بعد 3 اسابيع، ولا ليزر ابليشن اوف ذا فاسز، ولا ريفيجن اوف ذا ديتس؟ هتعملي مانجمنت بقى للتوين توين ترانسفيوجن اللي هو ليزر ابليشن للفاسز. دكتور هي الاي اف اي دي اختصارها ايه؟ عمليات فلويد اندكس، اي اف اي عمليات فلويد اندكس بتاعه دي. طب اللي هي الكوريانيك فيلا سامبلينج دي بعملها امتى؟ ده في الاول هناخده في الكوريون فيلا سامبلينج. هو في كوريون هنا؟ مفيش كوريون، ما البلاسينتا اتكونت. كوريون ده يا دكاتره اللي هو قبل تكوين البلاسينتا، ده اللي بيكون لنا البلاسينتا، فمنطقي ان هو قبل البلاسينتا. طب البلاسينتا بتتكون امتى؟ ما يعني 12 اسبوع دول 27 اسبوع، ده البلاسينتا متكونه من بدري، فدفنت الكوريون فيلا سامبلينج دي مش صح، حتى لو انا مش عارفه كوريون فيلا سامبلينج بتعمل امتى. بتعمل في الاول عند اول 8 اسابيع. يعني تعمل لو في ايه اصلا ممكن يبقى لو انت شاكه في كونجنتال انوماليز كروموزوم الانوماليز، فعشان كده تروح اعملها. طيب 20 بي هتعايز 20؟ خلاص المرة الجاية نحل بقى ان شاء الله الانكولوجي بتاع شفتها.